بنرحب بكل حضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه ميعادنا مع فقرة الأخبار للألعاب الأخرى. ونبدأ أخبارنا في الألعاب الأخرى من رفع الأثقال، حيث عادت صباح اليوم بعثة منتخب شباب رفع الأثقال بعد تصدر بطولة العالم في ألبانيا، وكان في استقبالهم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وقام بتهنئة البعثة وأبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي. وأكد الوزير على حرص الدولة على تقديم الدعم لاتحاد رفع الأثقال، بالإضافة إلى دعم برامج ورعاية الأبطال الرياضيين. وحققت البعثة 10 ميداليات متنوعة، بينهما 4 ميداليات ذهب و4 فضة و2 برونز. وجاء تحقيق الميداليات الذهبية عن طريق شمس محمد أحمد 3 ميداليات ورحمة أحمد ميدالية، وجاء تحقيق الميدالية الفضية عن طريق رحمة أحمد وحبيبة سعد لكل منهما ميداليتين، والبرونز عن طريق بسمة رمضان وريناد محمد. ومن رفع الأثقال نروح للسلاح، حيث حقق أحمد هشام لاعب منتخب مصر للسلاح الميدالية البرونزية في سلاح السيف في بطولة العالم تحت 17 سنة المقامة في بلغاريا. وفي الفترة من 1 ل 9 إبريل حقق أحمد هشام الميدالية البرونزية بعد خسارته في نصف النهائي من بطل بولندا بنتيجة 15-13، وقام الوزير أشرف صبحي بتهنئة اللاعب. ونروح للجمباز، واللي شهد نجاح يحيى زكريا لاعب منتخب مصر للجمباز في الحصول على مشاركته على جهاز المتوازي ليصبح أول لاعب مصري يحصد ميدالية في بطولات العالم للناشئين. وقام وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي بتهنئة اللاعب على تحقيق الإنجاز لكونه أول لاعب مصري يحقق ميدالية في بطولات العالم للناشئين. ونروح لكرة السلة، حيث حدد الاتحاد المصري لكرة السلة الأيام التي ستشهد إقامة مباريات الدور نصف النهائي من دوري السوبر، وهي أيام 6 8 10 12 و13 إبريل الجاري. وستكون المباراة الأولى بين الأهلي مع الزمالك، ويواجه الاتحاد السكندري فريق سموحة. ومن المقرر أن يقام الدور نصف النهائي من دوري السوبر لكرة السلة بنظام بيست اوف 5، بحيث يتأهل الفريق الفائز بثلاث مباريات مباشرة إلى الدور النهائي من البطولة. الجدير بالذكر أن النادي الأهلي هو حامل لقب دوري السوبر لكرة السلة في النسخة الأخيرة بعد الفوز على الاتحاد السكندري. ونروح لخبر أسعد جماهير كرة اليد المصرية، وهو تتويج الثنائي المصري علي زين ومحمد ممدوح هاشم ببطولة الدوري الروماني لكرة اليد مع نادي دينامو بوخارست عقب الفوز على فاسيليو بنتيجة 39-29 في اللقاء اللي جمعهم ضمن مباريات الجولة 23 للدوري وقبل نهاية الدوري بأربع جولات. ونجح فريق دينامو بوخارست في حسم لقب الدوري للمرة 19 في تاريخه والثالثة على التوالي.